السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نهار راكم ديرو لايف، سمحوا لي جبنا فيديو، مهمي غادي نجيش الفيديو، علاش غندير لكم هاد الفيديوهات؟ انا هاد الخبر يلا شفتو دابا هاد الصراحه، هما راه حطوا نهار الاربعاء اللي فات، الاربعاء في الصباح، يعني بعض مواقع التواصل الاجتماعي حطوا نهار الاربعاء بعض منهم، و سمعوا المشهور حطوا نهار الاربعاء، يعني هاد الشيء لقاو نهار الاربعاء في الصباح. نقول لكم واحد الحاجه، ايوا اسبانيول فاش واش كانوا كيحاربونا؟ قال كان عام سيدي العثور على قذيفة حية بإمزون يستنفر السلطات المختصة، يعني لقاو واحد القذيفة، واحد قنبلة، حنا نقولو قنبلة المشاهد الكرام في إمزون، يعني هاد السلاح فاش كانوا ولاد الحرم الإسبانيول يعني كيحاربوا، يعني كيهجمونا، يعني كيقولوا كيهجموا يعني الريف في ذاك اللحظة. وهاد القنبلة، مازال ما انفجرت، يعني عاد تدقش في القناص، يعني القذيفة هي مازال تدقش يعني. المهم أفضل من يوسف في الخلوة، نعم سيدي المشاهد الكرام، إذن نعم سيدي. تم صباح اليوم العيد الأربعاء 5 يونيو الجاري العثور بمدينة إمزورن إقليم الحسيمة على قذيفة حية طولها 70 سنتيم، يعني حية، يعني باقي ما انفجرت، يعني سبحان الله. شوف فوقاش دازت هاد الحرب هذا، وفوقاش يعني لقينا هاد القنبلة هادي يعني تحت الأرض. زعما شحال سبقكم يعني يوقع معايا، وسبحان الله غير مشيت ورم، يعني رخبارة يوضع غدا مشيت ورم على حسب كنا شغلني ربوم بيا ثقة، يعني شي قاص ربوم بس مازال يعني حكوم بولا. قال كاع نعم اسيدي، تعود لحقبة الاستعمار الاسباني على منطقة الريف، واسمعوا يعني ما قد يعني هذا الاستعمار الاسباني من هذا المجرم هذا اللي جا هجم علينا، يعني ديالو هو. وأورد مصادر مطلعة لموقع الكتروني أن عمالا كانوا بصدد إصلاح قناة لشبكة الماء الصالح للشرب بشارع السودان، يعني هاد الشيء راه لقاو في شارع السودان، يعني كانوا بغاو يصلحوا الماء، بغاو يصوبوا الماء تما، شي تيو ديال الماء ولا الله أعلم، يا زول العذر إن شاء الله مدينة، وما نخبش نخبش، رميت جبن قوم سخر الله واسن الدق زيني الله يحفظه، يرد عيث ندينا، الحمد لله واسن يوقع والو. يعني ربي يحفظهم، ربي يحفظهم الصراحه، لان قدرت نتفجر، لان لو كان يضرب بي بشي حاجه حتى تنفجر راه الله يحفظه صافي قدرت نتفجر، وربي يحفظهم. قال لك نعم سيدي، الماء الصالح للشرب بشارع السودان بجماعه إمزورن، زعما تفاجأ بوجود القذيفه مباشر بعد عملية الحفر، يعني لأنني هنا بعد عملية الحفر تسمى ديريكتو في ملايينيز بدا الشنخ التياوات، واش مش ساعة ما خصها تقن التياوات، ما خصها تقن التياوات، المهم أرمي كيس مسجل، يعني كانوا كيحفروا باش يصوبوا يعني الماء الصالح للشرب. وفي التالي شوف سبحان الله العظيم تلاقوا مع قنبلة هذي، يعني اللي باقي ما انفجرات كما قلنا، يعني الله يحفظه صافي ربي يحفظهم، ما انفجرتش في ذاك يعني في ذاك اللحظه، ما كانش كان كيحفروا، ربي يحفظهم.
وأضافت نفس المصادر أن القذيفة استنفرت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المختصة، حيث جرى نقلها إلى التي جرى نقلها من طرف القوات المسلحة الملكية إلى مكان آمن قصد تفجيرها. وشوف المشاكل، شوف لأن شوف كما قلت لكم راه باقي ما انفجرت، يعني غادي يديوها لشي بلاصة باش يفجروها باش توصل حتى شي أضرار، يعني شي حد. وربي شوف ربي يحفظ هذوك الناس اللي كانوا كيحفظوا، ربي يحفظهم. وصافي ما كانت لو كان غادي تفجرت مساكين هذوك غادي يمشوا فيها. الحمد لله، يعني ربي يحفظهم، يعني خصهم الحمد لله يشكروه. يعني هذا يعني ما تفرجوا، يعني ما تلقاش ودو قصير وقت النهار ما انفجرت في ذاك اللحظه هذيك. الحمد لله الصراحه، لان خصهم يشكروا الله على هذا الشيء اللي لقاو، على هذا الشيء اللي يعني اللي جبدوه وما وقع حتى شيء، يعني حتى شيء حاجه، حتى شيء يعني حتى واحد ما تجرح. الحمد لله الصراحه. السلام عليكم. شوف مش حاز قوامي، شوف شحال هادي، شحال هادي، يعني وقع هاد الحرب هذا يعني واحد مدة طويلة، وسبحان الله العظيم ومازال كاينة تحت الأرض وما انفجرات، ومازال قنبلة تحت الأرض وما انفجرات، يعني هو يعني شق راسو الدقس. إوا ربي 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 يحفظ هادوك العمال اللي كانوا خدامين في ذاك البلاصة، ربي يحفظهم المشاهدين الكرام. ونتمنى لهم السلامة، ونتمنى السلامة لجميع المسلمين شعر في أي مكان، لأن هذا الشيء راه خطير على المشاهد الكرام. لأن ابن قصور الدبان، لأن كان ولاد الحرس اللي دفنوهم في ذاك الوقت، أو لا ما نعرف شنو وقع، العلم لله، احنا ما نقدرش نعرفوا شنو وقع بالضبط، ولكن ربي أحفظ صراحة، ربي أحفظ يعني هاد الناس اللي كانوا كيحفروا. وشحال من واحد كان داز عليه، ولكن ربما الا كانت تحت الارض بزاف ما غاديش تنفجر، لان تكون بعيده بزاف. الا كانت يعني اي شويه فوق الارض تقدر تنفجر، والله اعلم يعني كيفاش وقع هذا الشيء هذا. ربي يحفظنا المشاهدين الكرام. هذا الشيء كان في يعني شتو راه منيا هنا شنو تسرت، يلا نهار يلا اسمعنا اليوم المشاهد الكريم، على باش درنا لكم واحد الفيديو باش نشوفوا اش وقع، واللي عنده شي معلومات زايده اللي يفيدنا بشي معلومه الله يجزيكم بخير. احنا ما عرفنا والو، اللي حضروا واللي ماشي كاش واللي حضر واللي يسلم على عيني هذا ديالي ان شاء الله، مين كانوا بالضبط. وتشكروا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.